انتم كيف ما كتشوفوا معنا، احنا الان كنتواجدوا امام المركز الجامعي للطب النفسي بنورشت. هذا واحد شاب مريض عنده مرض عقلي او نفسي، حسب رواية ديال احد العاملين هنا بالمركز الجامعي اللي تصادفنا معه خارج، كيقول بان هذا الشاب جابوه رجال الامن لانه مريض، قاموا بالايداع ديالو بالمستشفى او بالمركز الجامعي كيف ما العاده، لان هادشي كيوقع دائما، تيشدوهم تيدقوا ليهم برا وكيعاودوا يطلقوهم للزنقه، تيعاودوا يخرجوهم للزنقه. هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد الشاب مسكين، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، كيرميوه في الزنقه، ما كيعرفوش شنو هو المصير ديالو، فين غيمشي، واش يمكن يأدي نفسه، واش يمكن يأدي الاخرين. كيدقوا البرا كيطلقوه للزنقة. احنا كنسألوا المسؤولين، يعني كنسألوا اشنو السبب، اشنو هو المصير، شنو هو المصير ديال هاد الناس، شنو هو المصير ديالهم. المصير ديالهم كيكون مجهول. كيف يعقل، كيف يعقل انك تشد واحد المريض وتدق ليه برا اللي هاد البرا كتكون مجهده وتطلقو يخرج؟ رجال الامن كيقوموا بالعمل ديالهم، تيجيبوهم هنا تيدخلوهم المستشفى، المستشفى اون فوا كيمشيو تيخرجوهم. هادي ماشي اول مره، دائما كنتلقاو شكايات متعدده بالموضوع. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا الشاب ما كيحركش، ساكن. حاولنا نسولوه، حاولنا نعرفوه، حاولنا نعرفوه فين تيسكن، فين الاسم ديالو، فين، والو والو. هانتوما كيف ما كتشوفوا، ما كيتكلمش، فاقد للنطق، ما كيتكلمش. دابا صراحة شنو، ما عرفتش شنو الحل. هاد الشاب هذا شنو هذا شنو هو المصير ديالو؟ هذا المكان ديالو، يعني هو هنا، هو المستشفى، هو المركز الجامعي ديال المستشفى الأمراض العقلية والنفسية. هانتوما كتشوفوا، هذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة تقريبا كتكرر كل يوم عشرات المرات. كيكون شي مختل عقلي او واحد عنده مرض نفسي، كيكون كيشكل خطر على راسو او لا خطر على العائله ديالو او على الساكنه ديال الحي، كيقوموا بالتبليغ ديال الدائره الامنيه اللي كتكون محسوبه عليهم. رجال الامن كيقوموا بالمهمه ديالهم طبعا بعد ما كيستشروا مع النيابه العامه اللي كتامر انهم يجيو المستشفى الامراض العقليه والنفسيه، ولكن للاسف هذا المستشفى هانتوما كتشوفوا تيدقوا لهم البرا وتيخرجوهم، فين غيخرجوهم الله اعلم. شنو المصير ديال هاد الشاب، شنو هو المصير ديالو؟ منو عدد كبير، شنو هو المصير ديالو الله اعلم. مستشفى الأمراض العقلية والنفسية
مدينة الدار البيضاء، المركز الجامعي للطب النفسي بن رشد. الشاب يعني فاقد للنطق، ما كيتكلمش. حنا سولنا ملي جينا، سولنا واحد لاجون سيكوريتي اللي لقيناهم واقفين عليه هنا، وسولناه كلك هذا، جابوه رجال الامن والمستشفى، دقوا ليهم دقوا لي البرا وخرجوه، ما عندهم ما يديروا ليه، ما كيتكلمش والو. حاولنا نتكلموا معاه، حاولنا نفيقوه. ولدي 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 برك اجي ريح، اجي حبيبي ريح، اجي تقدر تنوض، تقدر تنوض، ما كيقدرش يتحرك. مشكل صراحة، مشكل كبير. الولد يترعد من تأثير البراء ومن تأثير البرد. على الاقل اللي يتسناو غير يجيو العائله ديالو، ولا يجي شي واحد اللي غيقدر يتكلف به.